مسألة الحواجز اللي كتشوفوا دابا الآن مسألة طبيعية، راه مدينة الدار البيضاء الآن متوقة بالحواجز لأنه كاين أعداد أرقام مخيفة وخص السلطات طبيعة تدبر المرحلة. فاحنا بالنسبة لنا في الحي ديالنا تكتشفوا بعض الحالات، ماشي بزاف، كان خص ضروري يدار هذا الاحتياط ديال هذه المراقبة هكا على المواطنين. مسألة عادية، يعني النصيحة اللي غادي نعطي ماشي غير الناس اللي كيسكنوا هنا، النصيحة اللي غنعطي لجميع المغاربة انهم يشددوا شوية من نرجعوا لهذاك الشهر الأول ديال 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 الحجر الصحي. فعلا كانوا المغاربة ملتزمين بواحد الدرجة زعما مسؤولة. من بعد كان واحد شوية تراخي عند مجموعة من المواطنين، اعتقدوا بانه كورونا مشات من بعد الحجر، وهي راه ما مشاتش. اللي وقع انه الدوله بغات تدبر امورها اقتصاديا وحاولت انها ترخف على الناس شي شويه وهذا باش تنتعش الحركه الاقتصاديه في المغرب، ما تبقاش امورها مستمره. والناس خذوها بواحد النوع من التراخي، وانا كنصح باش انه الانسان كل واحد يتحمل مسؤوليته ويعرفوا بانه راه هذا وباء كاين وخصنا نتعاونوا جميع باش نحاربوا هذا الوباء. قالوا كاينه كورونا، حنا علينا نديروا الكمامات ونديروا التعقيم ونحضيو نعطيو الامل بيناتنا ميترا. انا خايف على وليداتي وخايف على الدار، خايف عليهم بزاف. لا قالوا لينا كاينه الحالات، كاينين في حليوه، وحليوه حنا عاد نشوفوا دركا. قالوا الناس كاينين ودايرين الكمامات ونشوفوا، الله يرفع علينا هذا الوباء.